صباح الخير واهلا بحضراتكم، يوم جديد وان شاء الله سعيد باذن الله على حضراتكم وعلى كل العالم. كل التحيه والتقدير لابناء مصر من الشرطه، ابناء وزاره الداخليه، ابناء مصر من المصريين الذين يدافعون بجد واجتهاد عن مصر. كمان كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده اول رجب وايام بتفصلنا وبنقترب جدا من الشهر الفضيل وكلها ايام مباركه. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده عندنا ايه؟ النهارده عندنا الحقيقه مجموعه من اللقاءات المهمه للغايه اللي فيها هنوحي مع حضراتكم الذكرى 71 لوزاره الداخليه، تحديدا عيد الشرطه المصريه الذي يتوافق مع تاريخ 25 يناير سنه 1952 التي لقبت وقتها بمعركه او ملحمه الاسماعيليه التي استشهد فيها 50 من ضباط الشرطه المصريين واصيب اكثر من 80 ضابط مصري في ملحمه عسكريه مهمه للغاية رفض فيها جنود الشرطة المصرية تسليم أسلحتهم أو تسليم مبنى المحافظة اللي كانوا بيحموه سنة 52 للاحتلال الإنجليزي وقتها، فسطرت في التاريخ أسماء هؤلاء الأبطال الشهداء. والنهاردة بنحي الذكرى 71 لعيد الشرطة، وحديثنا النهاردة في الاحتفاء والاحتفال بعيد الشرطة هيكون الحقيقة كمان إشارة للدور المهم اللي بتقوم به وزارة الداخلية من خلال لقاءين مهمين. اللقاء الأول هيكون عن البعد الإنساني والبعد الخدمي اللي بتقدمه وزارة الداخلية متمثل في قوافل الأحوال المدنية اللي هتقدم خدمتها لكبار السن ولذوي الهمم. الموضوع الثاني كمان هيكون عن الجوازات، وهي أيضا قطاع أو إدارة في وزارة الداخلية وهي تقدم مجموعة من الخدمات المهمة لاستقبال المرضى والحالات الإنسانية، طبعا بالإضافة للدور المهم للغاية اللي تلعبه وزارة الداخلية متمثلة فيما تقدمه من سلع غذائية مختلفة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، وطبعا المبادرات المختلفة اللي بتقوم بيها كلنا واحد في نسختها 23. النهاردة إحياء لذكرى عيد الشرطة المصرية المتوافق مع ملحمة الإسماعيلية في 52. خلينا سريعا نبتدي يومنا النهاردة بشوية نشاط، شوية صحصحة، شوية ايروبكس، ونرجع نكمل كلام. صباح الفل، النهارده محضرين مجموعه تمارين هنعملها مع بعض، هستناكم بعد الفاصل. رجعنا تاني والنهارده هنتكلم عن تفصيله بسيطه تفرق معانا كتير جدا واحنا في الجيم. نشوف بقى الاكسسوارات دي او الحاجات اللي احنا احيانا نكون فاهمين استخدامها بشكل كويس واحيانا ما نكونش فاهمين قوي، فتعالوا نشوف الحاجات دي ونتعرف عليها ونعرف ايه الفروق ما بينها وازاي نقدر ان احنا نستخدمها بشكل هيبقى متماشي مع طبيعة حركات مفاصلنا وطبيعة تكوين مفاصلنا التشريحي. طيب زي ما انتم شايفين احنا عندنا مسطرة طويلة شوية وفيها ميل من الجزء الأخير وهنعرف ده ليه. عندنا مسطرة مستوية قصيرة شوية، عندنا مسطرة يعني عاملة زي حرف الفي، عندنا القبضة اللي هي المزدوجة دي، عندنا قبضة فردية، عندنا حبل، عندنا المقبض اللي احنا بنبتدي نحطه على الرجلين. طيب ايه الفرق ما بين الحاجات دي كلها؟ المسطره الطويله دي غالبا احنا بنشتغل بيها حاجه اسمها وايد جريب او القبضه الواسعه. القبضه الواسعه دي بتبقى مناسبه اكتر في التمرينات بتاعه الظهر. طيب ليه بيبقى فيها الميل ده؟ فطبعا الميل ده هنبتدي نشوف هو ليه مايل بالشكل ده. لو احنا ابتدينا ان احنا نرفع ايدينا بالشكل ده ونبتدي ان احنا نفتح ايدينا بالشكل ده، هنبص نلاقي ايدينا ما بترسمش خط مستقيم، بتبتدي ان هي تعمل زي دايره. فبالتالي المسافه دي هتبتدي دلوقتي من هنا لهنا تعمل خط مستقيم، وبعد كده يبتدي الميل ينزل لتحت، وده اللي بيحاكيه الشكل الهندسي ده. لما اكون انا ماسك بالشكل ده فايديا مستويه، طيب لما اكون بفتح ايديا اكتر هتبتدي ان هي تاخد نفس الزاويه بتاعه ده. فهنا هيبتدي ان احنا ايه نحدد اتساع القبضه بتاعتي، سواء كان ضيقه بالشكل ده او اوسع شويه. لو اوسع شويه هيبقى مناسب ليها الميل اللي احنا شايفينه في المسطره اللي قدام، فعشان كده الشكل بيكون مايل من الجنبين. طيب المسطره الطويله دي بتتيح لي ايه؟ بتتيح لي ان انا اشتغل بزوايا واسعه، وده تقريبا بيكون لايق اكتر في التمرينات بتاعه عضلات الظهر لما نبتدي ان احنا نشتغل سحب من اعلى او سحب من الامام. طيب
نبتدي نشتغل او نتكلم عن الجراب اللي هي المستويه القصيره شويه دي. دي هتبقى برده مناسبه لنفس التمرينات او مناسبه لتمرينات الدراع، بس تمرينات الدراع اللي هي بتبقى تقريبا الايدين فيها متوازيه، يعني بعمل تمرين مثلا وايديا متوازيه بالشكل ده، فده هيكون مناسب ان انا اشتغل بالقبضه اللي هي الاتساع بتاعها تقريبا بيكون قد اتساع كتفي، تقريبا هي بتكون مناسبه لاتساع الكتف، وهتخلي ايديا تكون متوازيه بالشكل ده. ده بالنسبه للاستخدام بتاعها. طيب المعوجه دي بقى بنعمل بيها ايه؟ لو لاحظنا ان انا لو ابتديت ان انا اعمل ايديا بالشكل ده هلاقيها مش ماشيه مستويه، لا هي واخده زاويه طبيعيه. الزاويه الطبيعيه دي المفروض ان انا لو حاولت ان انا اضغط على ايدي واشتغل بمقاومه بالشكل ده هلاقي ان انا المفاصل بتاعتي مش مرتاحه، فانا عايز اشتغل والمفاصل بتاعتي مرتاحه، فالمفروض ان الوضع المريح بالنسبه لي يكون في الزاويه دي. طب هنعمل الحكايه دي ازاي؟ اللي هيحاكي الشكل ده هو الشكل اللي قدامنا دلوقتي، فبالتالي لو انا شغال بالشكل ده وايديا في الوضع ده هتكون ايديا مرتاحه. طيب فلنفرض انه العكس، لو انا شغال بالعكس ايديا هتبقى واخده الزاويه دي، فبالتالي لو انا ماسك بالشكل ده ايديا هتكون مرتاحه. على عكس ما اكون شغال بالمستويه وابتدي ان انا اشتغل بالشكل ده فاحس ان ايديا مش مرتاحه هنا، او حتى لما اكون شغال بايديا من هنا هبتدي ان انا احس ان ايديا مش مرتاحه في الوضع ده. طيب فدي من الحاجات المهمه جدا اللي هتحافظ على مفصل الريست وانا شغال. طيب الحبل ده بقى بيعمل معانا ايه؟ الحبل ده فيه حريه في الحركه بحيث ان هو يرسم المدى الحركي اللي احنا عايزين نعمله. تعالى ناخد كده نموذج مع بعض. لو انا ابتديت ان انا احط مثلا الحبل ده بالشكل ده في الجهاز، تمام، ونبتدي نشوف الشكل او المحاكاه بتاعت الحركه هتكون عامله ازاي. ببتدي ان انا امسك من قبضتين من الجزء ده وابتدي ان انا اتحرك بالشكل ده. طيب تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان الموشن او شكل الحركه بيترسم بالشكل ده. طيب يعني ايديا بتكون قريبه من بعض وتبتدي ان هي تبعد من عن بعض لحد ما اعمل الحركه الطبيعيه بتاعه دراعي. هل الاشكال الجامده او اللي هي ما بتتحركش دي تقدر تحاكي الحركه دي؟ لا طبعا مش هيبقى فيه محاكاه بالشكل ده، هضطر ان انا اوفق حركتي على الاداه لو انا شغال بحاجه من دول، يعني هضطر ان انا اتحرك بالشكل ده. لكن لو عايز اعمل الحركه الطبيعيه اللي ممكن تعملها الدراع مع عضلات الترايسيب هلاقي ان الحركه بتترسم في الموشن اللي انا بمثلها بايدي دلوقتي. طيب الموشن دي اقدر ان انا امثلها بالحبل ازاي؟ اهو عندي حريه في الحركه ان انا اعمل الشكل اللي بيعمله الدراع. طيب عندنا طبعا الجراب دي او القبضه دي هتبقى مختلفه عن كل القبضات اللي فاتت، في ان انا لما باجي امسك في القبضات دي بيبقى دايما ايديا يا مواجهه يا معكوسه، يا اما باصه لقدام يا اما باصه لورا. طب لو عايز اعمل الوضع ده، لان احنا عندنا كذا وضع للكفوف وكل وضع من دول بيبتدي ان هو يشغل عضلات غير الثانيه او اجزاء من العضله غير الثانيه، فممكن امسك كده ده هيوفره لي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، ممكن امسك كده ده هيوفره لي برده الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. بس لو عايز امسك كده، طب لو عايز امسك كده لازم تكون اداه بتحاكي المسكه، لازم تكون اداه بتحاكي المسكه. فعندي الاداه دي هي اللي هتخليني اقدر امسك بالشكل اللي احنا شفناه مع بعض، فممكن اعمل كده لو انا هشد من فوق او هشد من الامام او هشد من تحت، ايا كان بقى التمرين اللي انا هعمله هبتدي ان انا ايه استخدم التمرين في القبضه دي. طيب احيانا بيبقى عندنا بعض التمرينات اليوني لاترال او اللي هي القبضه الواحده، ودي بقى عندنا حريه كبيره جدا في ان احنا نتحكم في شكل القبضه همسكها بشكل عامل ازاي، فممكن اشتغل بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده زي ما انا عايز، وكمان حسب اتجاه المقاومه، يعني ممكن اشتغل من قدام من فوق من تحت، فدي هتبقى اداه مرنه جدا ونقدر ان احنا نوجد منها اشكال كتير جدا نقدر ان احنا نشتغل بيها. الحاجة الأخيرة زي ما احنا عمالين نتكلم دلوقتي على الإيد على الإيد وظالمين معانا الرجلين، فالرجلين ما لهاش نصيب قوي في التمرينات، فعملوا بقى حاجة بسيطة خالص إن احنا نبتدي إن احنا نستخدم الأداة دي في إن احنا نثبتها في رجلينا بالشكل ده، ونقدر إن احنا كمان نشتغل للرجلين. فبنثبتها كده ونبتدي إن احنا نحط الوزن أو الواير في الحلقة ونبتدي إن احنا نشتغل للمنطقة بتاعت الرجلين. كده احنا اتكلمنا تقريبا عن معظم الاكسسوارات اللي ممكن نستخدمها في الاجهزه اللي هي بنسميها اجهزه الكيبل او الاجهزه اللي بتستخدم الوايرات في المقاومه. خلصت تمارينا النهارده ونشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله.
مرة تانية أهلا بحضراتكم. تحتفل مصر يوم الأربعاء القادم بإذن الله بالذكرى 71 لعيد الشرطة المصرية المتوافق مع ملحمة الإسماعيلية التي حدثت في 25 يناير سنة 1952 واستشهد فيها 50 ضابط شرطة مصري بالإضافة إلى إصابة 80 ضابط أيضا أصيبوا في هذه الملحمة التي رفض فيها الجنود المصريين تسليم أسلحتهم وتسليم مبنى المحافظة اللي كانوا بيأمنوه لقوات الاحتلال الإنجليزي وقتها. كتير بذكر أنه الفنان الكبير الله يرحمه طبعا كان ضابط شرطة وقتها، الفنان صلاح ذو الفقار كان من ضمن المجموعة اللي كانت بتحمي مبنى المحافظة واللي قادت الحقيقة ملحمة الإسماعيلية ورفضت تماما تسليم الأسلحة الخاصة بها لقوات الاحتلال الإنجليزي. يوم الأربعاء القادم الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة المصرية. الخامس والعشرون من يناير موعد سنوي للاحتفاء ومناسبة متجددة لاستحضار ما يتحلى به رجال الشرطة المصرية من مسؤولية والتزام وتضحية ونكران للذات في أداء واجبهم الوطني والمهني على مدار الساعة خدمة للوطن والمواطن ووفاء لمؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبفخر واعتزاز يحتفل المصريون بشرطتهم وتحملهم الذاكرة إلى 71 عاما مضت على ذلك اليوم العظيم يوم 25 من يناير لعام 1952 الذي سجل فيه رجال الأمن بمداد الذهب ملحمة تاريخية لا تزال تنطق بكل معاني الوفاء والإخلاص والثبات على العهد عندما تصدوا لقوات الاحتلال الإنجليزي الغاشمة في منطقة الإسماعيلية بالرغم من عدم تكافؤ العدد والعتاد وخاضوا معركة وطنية شريفة استمرت أكثر من الساعتين بعد رفضهم الإنذار البريطاني بتسليم جميع أسلحتهم ومغادرة مبنى المحافظة ورحيلهم عن منطقة القناة. قاتل ضباط وجنود الشرطة بكل بسالة واستماتة حتى آخر طلقة وهم مرفوع الرؤوس. منذ ذلك التاريخ قطعت الشرطة المصرية أشواطا مهمة على طريق تحديث آليات ووسائل عملها والارتقاء بمستوى قدرات مواردها البشرية مهنيا واجتماعيا، وانخرطت بقوة في حركة الإصلاح والتحديث التي برزت معالمها الأولى مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أطلقت العنان لإصلاحات قانونية وحقوقية ومؤسساتية اقتضت مؤسسة أمنية حديثة قادرة ليس فقط على ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات والتصدي للجريمة أيا كان مصدرها أو شكلها بما يلزم من الحزم والاحترافية واليقظة المستدامة، ولكن أيضا على احترام سلطة القانون وصون حقوق الإنسان وضمان الحريات والتجسيد الأمثل للجمهورية الجديدة وعلى ما تفرضه الظروف من مسؤولية ونزاهة وجاهزية ومن تعزيز الشعور لدى المواطن بالأمن تجسيدا للشرطة الوطنية. وإذا كانت المؤسسة الأمنية قد ارتقت إلى مستويات مهمة من الكفاءة والخبرة المعترف بها دوليا، فهذا التحول ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع لولا العناية المتواصلة التي يوليها الرئيس لهذه المؤسسة العريقة والذي مكنها من مواصلة عملها النوعي وضرباتها الاستباقية للمخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي. ولا شك أن حرص الرئيس على زيارة أكاديمية الشرطة يعكس التوجه نحو تطوير منظومة الخدمات الأمنية وجعل الأمن ركيزة للتنمية ومحفزا للاستثمار ومساهما في إرساء الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات. ولا يمكن الاحتفال بعيد الشرطة دون الوقوف أمام العنصر النسائي
اللائي يطلعن إلى جانب الرجل بمسؤوليات شرطية كشفنا فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية ساهمت في الارتقاء بالمنظومة الشرطية وجعلتها في مستوى تطلعات المواطنين. وتتجسد مساهمة وزارة الداخلية في تكريس البعد الجديد للدبلوماسية المصرية بتعزيز الحضور المصري في القارة الأفريقية وتدعيم آليات التعاون بتنظيم دورات تدريبية في مجال التعاون الأمني مع بلدان القارة، وكما هو دورها في توطيد الأمن العام والسكينة العامة وتدعيم الإحساس بالأمن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تطلع الشرطة المصرية بأدوار اجتماعية وإنسانية لدعم المواطنين، وهو ما تجسد عبر المبادرة الوطنية كلنا واحد التي ساهمت ولا تزال في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية. مع حلول الذكرى 71 لعيد الشرطة يترحم المصريون على الأرواح الزكية والطاهرة لشهداء الواجب الوطني الذين قدموا أنفسهم فداء في سبيل تحقيق أمن الوطن والمواطنين. كما تجدد الشرطة المصرية العهد صادقة الوعد على التفاني في خدمة الوطن والإخلاص للثوابت العليا للبلاد. دايما جاهزين. أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أوبريت بعنوان هنا مصر يجسد البطولات والتضحيات التي قدمها جنود مصر في ملحمة الإسماعيلية سنة 1952. هنا مصر، هنا مصر اللي التاريخ وقف عندها وفتح كتابه قال فيه إن شعبها مفيش مثال، تلاقي في جيناته التحدي والصبر والجلد وحضارة ورثها من أجداده من قبل ما تتنقش على الجدران، تلاقيها في صفاته. هنا مصر اللي سرها في شعبها وفي القلب منهم رجالة وقفوا في ظهرها حموها وحافظوا على أمنها. تاريخ طويل من النضال والبطولات والتضحية، هنا الشرطة المصرية. هنا مصر، هنا مدينة الإسماعيلية سنة 52 لما وقف رجال البوليس يوم 25 يناير قدام أقوى الجيوش علشان يحموا مدينة الإسماعيلية وأهلها، رفضوا الاستسلام وقالوا مش هنسيب أماكننا إلا جثث هامدة. ملحمة بطولية كان أبطالها رجال الشرطة والفدائيين من أهالي الإسماعيلية، بقت جزء من تاريخ مصر على مر العصور. هنا مصر، وعلى مر السنين وفي كل مكان في مصر هتلاقي قصص وحكايات بتقول إن رجال البوليس هتلاقيهم دايماً موجودين هنا. سنة 56 على طول معارك القنال كنا السند، كنا المدد، كنا سواتر الرجال، شهيد يسبق شهيد، من السويس للإسماعيلية لبورسعيد وقف رجال البوليس لحماية الوطن وشعبه ومساندة الفدائيين وأهالي مدن القناة. بطولات
هتفضل جزء مهم في تاريخنا الوطني. هنا مصر، صيحة النصر، الله أكبر، الله أكبر على طول خط القنال، انتصرنا. وكان رجال الشرطة واقفين بينفذوا مهمتهم في تأمين جبهتنا الداخلية، بيحموا منشآتنا وبيوتنا، وبالذات في مدن القناة اللي كانت شبه مهجورة وقت الحرب، وكمان تأمين الخطوط الخلفية لقوتنا المسلحة ضد أي عمليات تخريب. هنا مصر، هنا فترة التمانينات والتسعينات، لما طل علينا الإرهاب بوشه البغيض، واجه رجال الشرطة عنف الجماعات الإرهابية اللي كانت بتحاول تخترق بلدنا وتهدم اقتصادنا وتستهدف وحدتنا. وقفت الشرطة المصرية وتصدت ليهم وقدمت شهداء من ولادها علشان تحمي مصر وشعبها. محطات في تاريخنا لازم نقولها علشان الأجيال الجديدة تعرف وتفهم إن الشرطة في خدمة الشعب ده مش شعار، دي عقيدة ومسيرة طويلة من التضحيات. هنا مصر، مشاهد بتتكرر وكأن التاريخ بيعيد نفسه، لما حاولت جماعات الشر إنها تسيطر على مخدرات الشعب، تخريب، تشكيك، اغتيالات، تفجيرات، إرهاب، حاولوا يعملوا كل حاجة، مش مهم عندهم الوطن، إنما المهم إنهم يحكموا ويحققوا أهدافهم مهما كانت الوسيلة. هنا مصر، وهنا من قلب الوطن طلع واحد مننا، بطل شال كبرياء مصر وكرامتها على كتفه، وأقسم لا يدافع عنها حتى لو كانت تمن حياته، ومن وراه انتفض الشعب علشان يحافظ على هوية الوطن. شعب أبهر العالم ووقف قدام الإرهاب والمؤامرات، وكان معاهم رجال الشرطة اللي واجهوا إرهاب أسود بيمارس العنف والقتل والتخريب، كان بيحاول ينشر الفوضى ويهدم البلد. إنما بوحدة أبناء الشعب وبطولات رجال الشرطة واجهناهم وبرضه انتصرنا. هنا مصر اللي طول ما احنا ايد واحدة محدش هيقدر عليها. هنا مصر بلد ما فيهاش حداد، بلد تحدي وعناد، معركة تانية من نوع جديد، دور الشرطة فيها مهم وكبير علشان تحمي مسيرة تنمية انطلقت في كل مكان في مصر، وسط أطماع وتحديات وأعداء ومؤامرات وإشاعات، علشان بلدنا بجد تبقى قد الدنيا. مصر ولادة، واخدة قرارها ومحددة طريقها، ووقت الجد جدعان بزيادة، ستات ورجالة، مصر ربنا حافظها ومحدش أبدا يقدر عليها، وعشان كده مصر هتفضل هي مصر. هنا مصر. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الدور العظيم اللي بتقوم به الشرطة المصرية، سواء على المستوى الخدمي أو على المستوى الاجتماعي والإنساني. لكن الحقيقة أنه مستشار عبد الوهاب عبد الرازق قدم التحية والتقدير البالغ الحقيقة لوزارة الداخلية وجنودها اللي بيقدموا كتير من التضحيات. يمكن النهاردة وإحنا بنحتفل بالعيد 71، مش دي بداية التضحيات ولا الفداء اللي قدموا جنود الشرطة المصرية، لكن
في مثل هذه الأيام من كل عام بنحتفل بذكرى من أروع ذكريات البطولة الوطنية والفداء، ذكرى يوم 25 يناير سنة 52، اليوم العظيم اللي خلد تاريخ المصريين حين جسد رجال الشرطة المصرية أروع صور البطولة والفداء دفاعا عن أرض مصر وكرامتها في معركة الإسماعيلية العظيمة. وقدم رئيس مجلس الشيوخ التهنئة لوزير الداخلية ولرجال الشرطة المصرية بهذا العيد الوطني، وتوجه بالشكر لهم على كل ما يقدمونه للشعب من خدمات جليلة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم دوما وأبدا ويحفظ لنا وطننا في ظل قيادة الرئيس السيسي. قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الخميس القادم الموافق 26 يناير بمناسبة ذكرى أحداث يناير وعيد الشرطة المصرية. وأوضح البنك في بيان أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يناير الجاري. دي كانت مجموعة من أخبارنا النهاردة احتفلنا فيها بعيد الشرطة المصرية، ولسه احتفالاتنا بعيد الشرطة المصرية في ذكراها 71 مستمرة مع حضراتكم على مدار اليوم والأيام القادمة، وصولا إن شاء الله اليوم الأربع الاحتفال بعيد الشرطة المصرية. كل سنة وحضراتكم طيبين كمان علشان أول رجب، وبسرعة نروح لزميلنا أحمد فؤاد ونعرف معاه آخر أخبار الرياضة.